سعيدة. أهلا بيكم معانا في أولى حلقتنا وأولى رحلتنا من برنامج رحلة سعيدة. كلنا بنحب الرحلات، وطبعا كلنا أكيد بنحب السعادة، وأسعد الأوقات بنقضيها مع أكتر ناس بنحبهم وبيحبونا، أهلنا. ببرنامج رحلة سعيدة بنستضيف أسر كاملة، بنقعد مع بعض، نتكلم مع بعض، نلعب مع بعض، وناخدهم رحلة، يسمعوا حواديت، يعرفوا حكايات كتيرة جدا، مهم جدا جدا الوقت اللي بنقضيه سوا مع بعض، والكنز أكيد في الرحلة. رحلة سعيدة دايما بيبقى معانا أسرتين، والنهاردة أسرتنا نوروا وشرفوا ومستعدين علشان يبدأوا رحلتنا النهاردة. فيلا بينا أعزائي المشاهدين، يعلن برنامج رحلة سعيدة عن بدء أولى رحلاته. يلا بينا عشان نلعب بسرعة. اهلا بيكم معانا مره تانية، ويلا بينا بقى نرحب على طول بضيوفنا ونبتدي على طول في الموضوع ونخش نعرف ايه الاسامي ونبتدي من يمين. عائله الاستاذ عمر. استاذ عمر ازيك، عامل ايه؟ كويس. ايه رايك تنزل ايدك كده وتورينا اسمك ايه وعندك كام سنه وتتكلم كده؟ اي اتفضل. انا عندي 7 سنين. فير 2. وانا اسمي عمر. بلعب كوره. وباسكت بول. خلاص كده. رياضي انت؟ وشقي ولا مش شقي؟ نص نص. نص نص. انا اعرف النهارده نص نص ولا لا. ماشي اتفضلي. كندا. كندا. عندك كام سنه يا كندا؟ عندي 11. 11 سنه. طب عرفينا على نفسك اكتر. بحب الفولي والكيك بوكسنج. اوكي. والرسم ساعات برسم حلو. ساعات بترسمي؟ بتعملي حاجات فنيه تانية غير الرسم؟ ممكن الون ساعات. ماشي اوكي. ماما. انا اسمي شاهي، انا كنت بشتغل مع الولاد في المدرسه اساس ديسيبلين، مسؤوله انضباط. بس يعني اخبار الانضباط عندكم ايه في البيت؟ لا حلو ولطيف. لا حلو. لا لطيف. هنشوف في رحلتنا النهارده. اكيد مش هيحرجوني. ان شاء الله. ولا ايه؟ ان شاء الله. ايوه تامر. تامر ابو السعود. ايوه. كيميائي، اشتغل في فصل الغازات. عندي 41 سنه ومسؤول عن الاسره الظريفه الجميله دي. عمر فاهم بابي بيشتغل ايه؟ بيشتغل شغل عادي. الشغل العادي اللي هو ايه؟ فاهم يعني ايه كيميائي؟ لا مش فاهم. صح؟ اوكي نتكلم في الموضوع ده بعدين. الاسره الثانيه بقى استاذ احمد، نبتدي بالاستاذه لميتا. اسمي لميتا احمد الجندي. ايوه. عندي 8 سنين. بريمير. بمثل. جاتي. وبلعب جمباز وباليه. وطعمه قوي. اوكي استاذ ياسين. ياسين احمد الجندي. عندي 11 سنه. في جريد 6. بمثل وموديلنج برضو. بتحبوا الفن انتوا، واضح ان انتوا ايه عيله فنيه جدا. واحنا داخلين في مسرحيه. مسرحيه بتاعت مسرحيه. لا هتقعد تحكي لي الموضوع ده ارجوك. اوكي. وبوكسنج. ماشي. بوكسنج. تلعب بوكسنج. هنشوف الحاجات دي كلها النهارده. نيلي صلاح. ايوه. ليسانس اداب. وبلعب بوكسنج مع ياسين. حبايبي احيانا يعني. بس بتلعب بوكسنج مع بعض؟ هو اقوى مني بصراحه. استاذ احمد. احمد الجندي سيفل انجينير، بزنس مان، وبعود القصه زي ما انت شايفه. بوكسنج عشان يعرفوا يتعاملوا معايا. طب احنا واضح ان في هنا ميول فنيه وهنا ميول رياضيه مبدئيا، صح كده؟ طيب هنشوف النهارده الميول الفنيه والرياضيه هيعملوا ايه. بس قبل ما نبتدي رحلتنا احب ان انا اقول لكم شويه حاجات لازم نبقى ملتزمين بيها خلال رحلتنا، شويه قواعد كده. اول قاعده من القواعد بتاعتنا ان احنا النهارده مش ناويين نمسك الموبايلات بتاعتنا خالص. اوكي. يس. عجبك الفكره دي؟ معلش بقى. معلش ما ينفعش الاب هو اللي يبقى متضايق. احنا عايزين نقعد مع بعض بقى، فمعلش النهارده. تاني حاجه ان احنا لما نلعب اي لعبه هنلعبها في الاستوديو بتاعنا الحلو ده والعالم بتاعنا الحلو ده لازم نشيل ورانا ونروق ورانا الحاجات. ما عرفش تعملوا كده في البيت ولا لا؟ لا لا بس هنعملوا كده هنا. هنعمل كده هنا مع بعض. لا 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 عشان بس نبقى واضحين. لا ما اتس نوت ان اوبشن. انا اسفه ان هو قاعده وشرط عشان نبتدي الرحله بتاعتنا، فانا اسفه ان انا بقول لك ده هيحصل كده كده. اوكي اوكي. في الوقت اللي احنا بنلعب فيه بقى اطفال بس، في عندكم وسائل مساعده. اولا استدعاء ولي امر، وده هيبقى احلى استدعاء ولي امر ممكن ان انتوا تستخدموه علشان هم يبقوا بيساعدوكم ان انتوا تكسبوا في لعبه، فده هيبقى حلو جدا. او الشرط الثاني ان انتوا هتغنوا، فاحنا نستحمل بقى ونغني مع بعض. اوكي. اهم حاجه بقى اخر قاعده عندنا يا استاذ انت وهو ان احنا ما عندناش لعب فيه عنف خالص، ما بنستخدمش العنف
خالص. تحبوا نعرف هنعمل ايه النهارده؟ يلا بينا. يس. طيب اولا هنبدا بشويه اسئله كده متنوعه وبعد كده نسخن يعني، وبعد كده نخش على لعبه التوازن اللي محدش بيكسب فيها، وبعد كده احنا طبعا عارفين ان احنا في عصر التكنولوجيا فعاملين حسابنا وعندنا لعبه لذيذه جدا مع الفي ار، وبعدين نروح نسمع حدوته حلوه جدا مع ماما سماح، وبعد كده هنقعد نلعب بقى العاب مفاجاه هفاجئكم بعد يعني ساعتها بقى نعمل ايه، وبعد كده عندنا جزء تاني من الرحله هيبقى فيه العاب التسعينات اللي هي بقى نشوف بابا وماما هيتالقوا فيها ازاي، وعندنا العاب التحدي تشالنج بقى كل الاسره هتبقى بتشترك فيها، وبعدين هنطبخ هنخلي ماما النهارده بقى تريح شويه ونطبخ احنا بقى مع بعضينا احنا كده. خش كده المطبخ ونعمل حاجه. كل يوم بقى بالفطار يا ولد مبسوط. هتساعدني بقى وهنعمل حاجه لذيذه ومفيده اكيد. اوكي. وكمان اكيد هنبقى بنلعب بالبلاي ستيشن عشان احنا برده مش ناسين ده. ها، وهنسمع حدوته حلوه جدا من التاريخ بتاعنا مع يحيى وكنوز. اوكي. وعندنا كونكت فور كمان يا جماعه خطيره، دي اللي هنختم بيها دايما. اوكي. انا هل انتوا جاهزين عشان نبتدي الرحله بتاعتنا؟ جاهزين. جاهزين. ليتس جو. ريدي ريدي يعني. طب عايزه اعرف بقى مين جاهز اكتر. مين؟ طيب اما نشوف. طيب هنشوف بقى انتوا عارفين بعض قد ايه، ودي كده ايه هنتعرف على بعض بشكل يعني مختلف. طبعا احنا قعدنا معاكم قبل التصوير وعرفنا بعض الاجابات، فهنشوف انتوا عارفين عن بعض ايه. اوكي. هوجه سؤالي الاول للاسره اللي على يميني. استاذ تامر، ايه اكتر كرتون كندا بتحبه؟ هو اكتر حاجه بلاقيها شغاله في البيت جامبل. جامبل، برافو. ايه يا ماما اكتر كرتون عمر بيحبه؟ عمر بيشغل الكرتون بس ما بيتفرجش عليه، بس هو بيحب مستر بين صح؟ وايه كمان؟ ما قالش كده. ايه ده، ما قلتش مستر بين. الله، الدبه بالسلاسه. طيب ايه، امال اللي بيبقى شغال ده بيبقى شغال. طب انا بفكر كده، حابه اتفرج جامبل. جامبل برضه. برضه. طيب شفتي بقى ماشي على خطى اخته. انا بروح اجي الاقي حاجه مختلفه. لا والله واضح ان احنا زي الفل جدا جدا. طيب هسال استاذ احمد، ايه اكتر كرتون ياسين بيحبه؟ هو عموما بيحب الانيميشن. ماشي. ايه بقى اكتر يعني كرتون؟ اجابه ديمقراطيه مش هاخد بينها حاجه. اعتقد ماما عارفه داكس او داكتس حاجه كده. داكستر. ايوه بالظبط. بس يعني ماشي. صح. ماما انت بتقولي لا. انت بتقولي ايه؟ بقول يا اما دراجون بول يا اما بليك جوكو. انا اسفه ان بابا عارف اكتر. بابا عارف اكتر. ده كرتون اللي مش انمي. اوكي. انا ما اعرفش. طب ماما لميتا بتحب تتفرج على ايه؟ لميتا بتحب تتفرج على مسلسلات. لا، في كرتون بتحب تتفرج عليه. توم اند جيري؟ لا مش توم اند جيري. مش عارف. هالك ولا مين؟ ايه؟ قولي. فتيات القوة. فتيات القوة يا ماما، فتيات القوة. ماشي، نسأل سؤال هنا اهو ونقول ايه اكتر شخصية انمي او سوبر هيرو عمر متعلق بيه جدا وبيحبه جدا؟ سبايدر مان. ايوه سبايدر مان. ماما ايه اكتر سوبر هيرو او شخصية انمي كندا بتحبها؟ سوبر هيرو معروف على فكرة. سوبر هيرو. عندي منها كل حاجة. بص لها كده، بص لها شوفي. هاري بوتر. ايوه هاري بوتر صح. ايوه عندي منها كل حاجة. ايوه بقولك بص لها كده هتعرفي متأثرة بإيه. هاري بوتر طبعا. ماشي ماما نيلي، قولي لي ايه اكتر سوبر هيرو متاثر بيه الاستاذ ياسين؟ جوكو. ايوه برافو. بابا لميتا. مامي. لا لا حاجه كيوت كل البنات بتحبها. جدا. بنزل. عندها عالم. سندريلا. لا طبعا. وبنزل. انا عرفت، انا عرفت اللي عندها عالم. انت عرفتي اصلا؟ هي عرفت مش قاعده معاكي وعرفت. ها قولي ايه. طيب اليسا. لا مش اليسا. لا مش اليسا. ايه ده كل ما حدش عارف. ايه ده، قولي لهم انت يا لميتا. عندها عالم. باربي. باربي يا جماعه، باربي. بتحب باربي. انا باربي. ماشي اوكي. طيب نسال سؤال تاني، ايه اكتر مكان بيحب عمر يروحه في الاجازه؟ اكيد يروح يلعب كوره. بابا. هو عمر بحب. لا كندا. كندا بتحب تروح فين؟ جدا 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 جدا. ما تغششوش يا كندا شايفاكي. لا بتروح بتحب مكان صيف يعني مصيف. إيه؟ فين اكتر مصيف بتحبه؟ غردقه. الساحل. لا. ايه سخنه. لا لا برضه كده. بتسافري فين؟ الساحل. الساحل. ايوه ماشي كندا. عايزه تتوقعي في الكلام. اوكي ماشي كندا. لذيذ لذيذ الكلام ده. يلا نقول هنا ياسين بيحب يروح فين؟ يسافر يروح فين؟ جبان. نقف جوه مصر. هنا جوه مصر. لا جوه مصر. بيحب يروح فين؟ الغردقه. الغردقه. الغردقه.
ماما عارفه. ولميتا؟ غردقه برضه. غردقه برضه؟ والله شاطرين جدا جدا جدا. طب واضح ان انتوا يعني انا حاولت ان انا اوقع بينكم، وحاولت ان انا ايه اعرف اذا كنتوا انتوا عارفين بعض ولا لا، بس خلينا نخش بقى في ايه في الاسئله السريعه. عندنا بقى في الاسئله السريعه دي حاجات لطيفه جدا، عندنا اختيارات هديكم اختيارات، وعندنا انا مين يعني هقول لكم انا مين يعني كده وفي صح وغلط. خلاص اوكي حلو، نركز بقى مع بعض ونتشاور بسرعه جدا مين اللي هيجاوب، طبعا الاسرع يعني، بس مين اللي هيجاوب عشان ايه ما نخشش في الاجابه. عمر ماشي. السؤال الاول هيروح لاسره عمر. اوكي، انا المعروف بفك رموز الهيروغليفيه المصريه. انا المعروف بفك مين المعروف بفك ديلي سيبس. ديلي سيبس؟ لا اختيارات فين؟ ما فيش اختيارات. دي انا مين؟ نابليون؟ لا نابليون لا. ايه لا لا كان ايه حجر ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ مين؟ مش نابليون مين؟ اول هول؟ اقول اقول انا خسرتوا انتوا. فرانسوا شامبليون. شامبليون هو شامبليون. ماشي اوكي. السؤال الثاني، انا الدوله التي لديها اكبر عدد من الاهرامات في العالم. مصر. لا كده مش هيبقى سؤال سهل كده. انا هم انت اللي انت ما ينفعش تقول ده. دور السودان. برافو السودان فعلا الدوله اللي فيها اكبر عدد اهرامات في العالم. السؤال اللي جاي، انا الدوله التي استضافت اول كاس عالم لكره القدم. لا بقى لا لازم تقولي يا عمر. البرازيل. لا مش البرازيل، ايه كمان؟ قولي يا عمر. ارجنتين. جنبها جنبهم اورجواي. اورجواي برافو بابا شاطر. نايس اوكي. دي اقل حاجه عندي. ايوه قال لك اقل حاجه عندي. انا الدوله التي اقيمت بها اول العاب اولمبيه. دي اصلا العاب اولمبيك. اولمبيك جيمز. سيدني. 10 ثواني. سيدني. لا 9. يابان. 8. يابان. اليابان. 7. لا الصين. 6. لا 5. روسيا. 4. تقريبا. 3. مصر. 2. 1. اليونان. عادي. ماشي اوكي. ايوه صح. معلش كده هنا سقط سؤال وهنا سقط سؤال متعادلين. طيب اختاروا حد من عندكم بسرعه جدا يعمل مهمه جايه. بصوا بقى يا حلوين يا طعمين، دلوقتي ده البول بتاعنا ماشي، في جوه كور كتير زي ما انتوا شايفين، بس في كوره بتاعت هاندبول لونها ازرق مختلفه تماما عن الكور دي واكبر. انتوا هتلبسوا النظارات دي وهتنزلوا تغوصوا ونشوف مين فيكم الاول اللي هيطلع الكوره. اوكي تشجيع بقى. افتكرتكم لقيتوها. يلا اسرع يا كندا. اسرع يا جماعه. يلا يا بنات شوفي مين الاسرع. هيطلع في الاخر مفيش صوره. كندو ده برافو كندا شطوره. والحمد لله كمان ما وقعناش اي كور بره. يلا ليتس نساعد بعض. كندا وقعنا دلوقتي كور بره بس هنلمها بسرعه عادي جدا. شكرا يا عمر. عمر جه يساعد. لميتا يلا برافو. يلا انزل. حلوه قوي 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 قوي. ايوه برافو يا عمر. يلا نرجع تاني ونشوف اللي بعد. يعني بعد ما كندا هي اللي كسبت التحدي الاولاني هنشوف بقى الاسره الثانيه هتشد حيلها ولا لا، وهنشوف ياسين كمان ولا ميتا هيعملوا ايه. بس جاهزين الاسرتين عشان نخش على الاسئله اللي بعدها صح وغلط؟ يلا صح وغلط دي يعني لازم بقى سرعه جدا جدا جدا. اوكي يلا يلا هشاور على الاسره. يجب ان تحتوي الوجبه الغذائيه المتوازنه على المشروبات الغذائيه. لا صح. لا صح طبعا صح. ايه ده قلت صح اول واحد. وانت قلتي غلط. انا خدت بقى الام بقى. انا خدت بقى هنا بقى الام اللي اتاخدت بكلامها. الام بيتاخد بكلامها. طب نعمل ايه؟ انتوا صح ولا غلط؟ شايفين ايه؟ صح اكيد يعني. ماشي اوكي. السؤال الثاني، الاطعمه المقليه صحيه اكتر من الاطعمه المشويه؟ غلط. غلط. برافو. ده اتشال الكلام. مين قال مش عندهم. السؤال الثالث، ارمسترونج اول واحد طلع على القمر. مين؟ ارمسترونج. غلط. لا صح صح. غلط. اعمل ايه يعني؟ اخد ايه دلوقتي؟ المفروض تاخدي اول اجابه. اخد الغلط؟ لا
لا غلط ولا صح؟ غلط غلط, غلط. للأسف هو صح. انت ها كنت انا جماعة انا بقول صح. طيب لو قلنا مش هنتخان. دافينجي هو اللي رسم الموناليزا؟ صح. صح صح طبعا. سمك القرش هو الكائن ذو الدم الأزرق؟ غلط. غلط. أمال مين؟ الدولفين؟ لا الأخطبوط. أكتوبس. برافو الأخطبوط. السؤال هنا الحوت الأزرق هو أكبر حيوان على وجه الأرض؟ صح. برافو. إيه الشطارة دي؟ ماشي. في مهمة تانية، اختاروا من عندكم حد بسرعة واختاروا من عندكم حد بسرعة. ياسين و عمر. عمر يلا تعالى جرب يا عمر. ماشي شايفين دول؟ تعالوا بصوا. واقف كده جنبي وانت واقف جنبي وكل واحد هياخد الأطواق دي وكل واحد هيحاول يحط الطوق طبعا إذا بتجيب جون في المسلسل. اوكي نبتدي. استنى استنى بعمر. يلا يا عمر. عمر تجيبها في الاصفر. يلا يا عمر. لا تجيبها في الاحمر. برافو. يلا يا عمر بيلخبطك. يلا لا لازم الخبطه. الله على الاسره مش بتشجعوا لي يلا يا عمر. يلا يلا فوق عمر. لا حاول تدخلها انسايد. برافو مش بعيد. اوكي يلا زي كده. يلا يلا ولا اي واحده دخلت ما شاء الله. الله ارميها كده. ماشي عمر كده يا عمر كده لا اي كده كده بقى يا سيد. ما تجيش يلا نلم بسرعه الاطباق ونرجع مكاننا ولا اي حد نجح في المهمه دي خالص. ماشي نخش على الاختيارات. تعالوا يلا تعالوا بقى نقول الاختيارات بتاعتنا. شكرا جدا جدا جدا. جاهزين؟ السؤال للاسره دي. مخترع تقويم ال 365 يوم الامريكان المصريين اليونانيين؟ المصريين اليونانيين. اخر كلام؟ برازيل. بقول لك الامريكان المصريين اليونانيين. اليونان 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 اليونان. ممكن بالانجلش. المصريين صح. ممكن بالانجلش. ايه اللي اخترع ال 365 يوم؟ اللي اخترع انجلند. نوت انجلند. ايجيبت. يو نو مصر. ماشي مصر. اه يلا السؤال ده. مخترع الهاتف جراهام بيل ولا نيكولا تسلا ولا تايلر فرانسورث؟ جراهام بيل. لا وفي ثقة. ماشي اللي بعده. صح. الدولة اللي عاصمتها بغداد؟ سوريا الأردن العراق؟ العراق. العراق طبعا. أنت ليه بتجاوب على أسئلة مش معانا؟ إجابات مش معانا. طيب عاصمة أسبانيا؟ إشبيلية برشلونة مدريد؟ برشلونة. يا ابني يا ابني يا ولاد برشلونة. مين؟ برشلونة. برشلونة؟ لا مدريد مدريد سوري. اخد اني هنا مدريد. مدريد. مدريد ايه يعني مدريد اخر كلام. اه مدريد. ماشي. عدد اللاعبين الاساسيين في فريق كره اليد؟ 7 6 5 5. خمسه. غلط. 7. سبعة. الدوله التي لم تغيب عن كاس العالم لكره القدم؟ انجلترا فرنسا البرازيل؟ ما غابتش ولا مره. انجلترا. البرازيل. البرازيل إجابة صحيحة. فاصل ونرجع نكمل لعبنا تاني على طول. برافو. دلوقتي بقى ميعاد اكتر لعبه بحبها علشان ما حدش بيكسب فيها طبعا. اللي انا بقوله ده شر رهيب. بس هل انتوا جاهزين يا اسرتين عشان لعبه التوازن دي كل الاسره هتشارك فيها؟ جاهزين. اما نشوف. هنشوف بقى مين اكبر عدد من افراد الاسره بتاعتكم هيعرف يعدي بسلام وامان. اختاروا يلا حد من عندكم. يلا يلا لميتا. لميتا اول واحده. يلا لميتا. عمر هفهمكم بقى. تعالي يا استاذه لميتا. تعالى يا استاذ عمر. يا سلام. تعالى اقف جنبي هنا ولميتا تبتدي. بصي بقى يا استاذه لميتا، شايفه المعلقه دي؟ حضرتك هيبقى فيها الكوره دي وهتطلعي هنا اهو وهتعدي بيها، ومفروض ان الكوره دي ما تقعش وانت بتعدي وانت نفسك ما تقعيش. اوكي اما نشوف هيحصل ايه. واحنا هنيجي انت هتقف جنبي انت بقى هنا. استني ايه؟ خش. زي احنا هنحرك هنا. هنحرك هنا تاني. اه ليه؟ يلا ابتدي من الاول. هيبقى صعب. معلش هيبقى صعبه بس هنشوف بقى مين هيكسب في الاخر. انت خدتيها من غير الكوره. يلا خدي. تعالى هنا اقف جنبي هنا. تعالى نشجعها. يلا بينا. جاهزه؟ اوه يلا شجعوا بقى. لميتا هتقع. حاسبي لميتا بابا. يا نفسها هي اللي هتقع. اللي هتقع هتقع. هتكمل. هتقع. برافو برافو يا لولو. برافو بجد. برافو برافو لميتا. برافو. ايوه لازم ترجعي. يلا برافو يا لولو. هتكمل وشكلها هتطلع شطوره.
الكرة هتقع، كرة هتقع، حسبي لميتا. شباتم عالي، عظيم عظيم، برافو لميتا. يلا خد معلقتك. شكرا لميتا، عرفت تكسب. اصلا انت مش عارف تطلع اصلا. ما يا ولد انا احطها لك. اوكي يلا يا عمر ركز، بص قدامك. عمر شكلك هتقع يا عمر. صعبه عمر. لا يا عمر مش صعبه، صعبه قوي يا عمر. يلا يا مرمر، يلا يا مرمر حبيبي، يلا. والله تقدر 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 يا عمر. معلش معلش، يلا مين اللي جاي؟ انا. يلا تعالى يا سيدي. شطوره. اتفضل معلقتك. ايوه الفرطك. كده لميتا عدت، عمر ما عداش. هنشوف ياسين هيبقى زي اخته ولا لا. يلا معلش يا عمر، هاردك المره الجايه. ارجع ياسين، ارجع ياسين، ارجع يا حبيبي. يلا اللي بعده، تعالي كده. معلش كده، واحد واحد. هل كندا هتقع زي اخوها ولا هتكمل؟ حد هيشيل حد بقى؟ البنات شكلها شاطره جدا في الحلقه دي. لميتا كانت شاطره، وكندا شكلها شاطره، بس الكوره هتقع ولا ايه؟ الكوره هتقع ولا ايه؟ برافو يا كندا. ايوه برافو كندودي، برافو برافو. الروح الرياضيه، الروح الرياضيه عظيمه. لا لا لا، حازمي يلا يلا، حازمي يلا، حازمي بالراحه يا كندا. انت في الساحل اغطسي يا كندا. اوعي تضحكوكي. يلا يا كندا، برافو يا كندا، قربتي قربتي قربتي، برافو. الحمد لله. يلا نشوف بقى الابهات والامهات، اتفضلوا. شوف بقى ماميا تبقى زي كندا ولا زي عمر. شوف بقى عمر طالع لمامته ولا كندا طالعه لمامتها. يلا بابا فين؟ عشان ماما شكلها اسرع واحده خالص. وشاطره ماما بشكل رهيب. يلا يا بابا، يلا يا بابا وراها على طول. يلا يلا يا بابا، يلا بابا هيقع، بابا هيقع او الكره هتقع. يا نهار ابيض، ستات عذرهم اكتر، والعنصر النسائي مسيطر في الحلقه دي. معلش يا بابا، عايزك عمر طلع طالع لبابا. يلا يا بابا بتاع الفريق تاني. اما نشوف بقى العنصر النسائي مكمل توازن ولا ايه؟ يلا يا ستات، رمانه الميزان. يلا يلا يا ماما، يلا يا ماما، يا ماما نوع ولا ايه؟ يلا يا ماما، برافو يا ماما، برافو يا ماما، برافو يا ماما، برافو ماما، برافو والله برافو. خلي بالك الكره تقع، اوعي الكره تقع. هي كده كده في الاخر هتقع، احنا نوع من الاول. ولا اكنك سامع حد. برافو ماما، ماما شكلها تعملها هي ولاد. برافو ماما، برافو برافو مامي، يا سلام، وهعديها لك يا مامي. خش يا ماما، شكلك كده هتقع. هو احنا عرفنا ان الموضوع ايه عند الستات في اللعبه دي. مود نود، مش عارفه اطلع اشتري. تعرفوا التوازن اللي عند السيدات، تعرفوا. هيا بنا، هيا بنا، يلا يا بابا. ايوه هنقع، شكلنا هنقع جدا. ايوه ايوه ده بجد بجد، الرجاله اثبتوا يعني عدم توازنهم تماما. سوري بابا، سوري بابا. برافو امهات جدا، برافو بنات، برافو جدا جدا جدا. يلا بينا نجهز، هنلم الكور دي ونجهز على طول للعبه الفي ار. هنرجع لكم تاني، يلا بينا. يلا
لسه مكملين رحلتنا، وطبعا عاملين حسابنا في رحله زي دي ان احنا يبقى عندنا الالعاب التكنولوجيه، وده بقى وقت وميعاد الفي ار. استاذ ياسين واقف الحقيقه جاهز لابس كل المعدات، هو مش شايفنا بس احنا شايفينك. لعبت قبل كده في ار ياسين؟ لا. لا؟ انت متحمس؟ طبعا. دي اول مره. طيب مبدئيا كده دوس بلاي ويلا بينا نبتدي على طول مع ياسين. جو ياسين جو جو ياسين. المفروض ان ياسين يبقى بيخبط على الظهر ده، وفي نفس الوقت انا طبعا بتوتر معاه. المفروض ان البوكسز دي هو يبقى يعدي من تحتها او من جنبها. ف هنشوف ياسين هيعدي من ايه. برافو ياسين. وهيخبط كام عدد من الظهر؟ اسرع ياسر. اسرع. بابا بيقول لك اسرع سينو. برافو برافو ياسين. والله شطاره شطاره حلاوه طعامه. اي ياسين. برافو. عمر مش هيرحمك. عمر حاسب ياسين. حاسب. صعب قوي اللي بيحصل ده، انا نفسي بتوتر. برافو ياسين. واديله يمين وشمال وفي النص. وقربنا ولا ايه يا جماعه؟ قربنا نكسب. شكلنا قربنا نكسب. شكلنا قربنا نكسب. وياسين ابتدى يفهم اللعبه اكتر، ياخد جرأة أكتر، يتحرك يمين وشمال أكتر. برافو سينو. برافو يا ياسو. برافو والله بابا بيشجعك جامد. أسرع يا ياسو. أسرع. أسرع 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 أسرع. ويمين وشمال وعلى طول. أوه خد دول. برافو. يلا يا ياسو. ضربة واحدة قاضية. اخسر اخسر. برافو. اخسر اخسر. مين بيقول له اخسر اخسر؟ ليه يا عمر كده؟ فين الروح الرياضية؟ برافو. سينو كسب. تعالى وريني نفسك يا عمر. مش تقول له اخسر اخسر. برافو 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 سينو. ايه كانت حلوة؟ كانت تحفة. اخيرا شفت الحقيقة. اخيرا شفت الحقيقة. اه مش شايف ولا حاجة. ما انت مش هتشوف اي حاجة. مش شايف. لا مش شايف كويس. هتشوف بقى ده. شايف كده؟ اه. جاهز؟ شايف بلاي؟ ايه؟ ده هتدوس على بلاي وهتبتدي. ده؟ ايوه ده. دوس بلاي وحاول تدوس على الزر. يلا ركز يا عمر. يلا يا عمر شاطر. يلا. اه والله شاطر. حاسب يا عمر. يا خلابي. برافو. شمال شمال. حبيبي برافو. الله. برافو. ماشي. لا لا خليك. الله 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 الله. يمين وشمال وفي كل حته. حاسس شاطر يا عمر. لا يا عمر. لا 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 ما تسمعش. طب نط نط نط. برافو برافو برافو. بيحاولوا يلخبطوك بس هو مركز جدا. برافو والله شاطر. برافو يا مرمر. برافو يا مرمر. واحده ايه يمين وشمال وهم. تعالى بس تعالى اجري وراك. اعمل ايه؟ حاسس. ماشي تعالى حبيبي. ايوه روح يا حبيبي. تعالى يا دودة. برافو والله شاطر يا عمر. ايوه شاطر يا عمر. شاطر يا مرمر. اهي واحدة يمين واحدة شمال. اهي اهي في النص اهي. ركز مع اللعبة. برافو برافو برافو. ما تركزش مع اللي بيلخبطك. برافو يا مرمر والله مركز جدا انت كده. ايوه مرمر تعالى كده. مرمر تعالى كده. يلا بينا. ايوه يلا. شاطر والله. شاطرة وحلاوة وطعامة. اه اهم قدامك قدامك. برافو. أربعة أهم. اثنين. واحد. لا برافو. برافو يا عمر والله برافو. أول مرة تلعبها يا عمر؟ لا. باش يبقى أنت إكسبرت بقى. إيه ده؟ مش عمر شكله كسب ولا إيه؟ برافو يا عمر. شطارة وحلاوة وطعامة ولذاذة. طيب خليكم معانا بقى علشان دلوقتي الوقت الحلو جدا 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 عشان هنروح نسمع حدوتة حلوة خالص من ماما سماح ونرجع نكمل لعبنا تاني. يلا بينا؟ يلا. اهلا بيكم يا اصحابي برنامجنا رحله سعيده. انا ماما سماح وفي كل رحله هحكي لكم حكايه جديده. حكايتنا النهارده في مكان جميل جدا كلنا بنحبه. حكايتنا النهارده في البحر. كلنا بنحب البحر، بنروح في الصيف نلعب في البحر ونتبسط مع بابا وماما واخواتنا واصحابنا. والنهارده البحر كان مستني كل اصحابه اللي بيجوا كل صيف عشان يلعبوا معاه. البحر كان كمان مستني مروه. مروة كانت كل سنة بتيجي في البحر تلعب مع حاجات كتير جدا موجودة في البحر كلنا بنحبها وبنلعب بيها. زي ايه مثلا؟ زي الموج. الموج كلنا كده أول ما بنقف في البحر وبيجي علينا بنتبسط وبنقعد نتنطط كده ونبقى فرحانين جدا. كمان حاجة تانية مروة بتحبها وبتلعب معاها وكل أصحابي بيحبوها وعندهم الأدوات بتاعتها، الرمل.
كلنا بنحب نلعب بالرمل ونعمل ايه؟ بنعمل اشكال زي قصر. نعمل اشكال جميله، نحفر بالجاروف ونملا الجردل بالميه من البحر ونقعد نحفر ونعمل اشكال جميله ونبقى مبسوطين ان احنا بنبني من الرمل بيوت وبنعمل من الرمل اشكال حلوه قوي زي اشكال السمك والحاجات اللي بنشوفها في البحر. كمان حاجه جميله جدا كانت بتحبها مروه في البحر وهي القواقع الجميله اللي الوانها حلوه اللي بتبقى موجوده، والبحر دايما الامواج لما بتيجي بيبقى جواها كتير من القواقع بترسي على الشط، ومروه تقعد تجمعها وهي واصحابها يقعدوا يبدلوا القواقع مع بعض. حاجه كمان مروه كانت دايما كل سنه لازم تجيبها معاها وهي رايحه البحر، الطياره الجميله اللي كانت تطيرها فوق فوق فوق، وكل ما تعلى الطياره تبص مروه للسما وتضحك وتبقى مبسوطه. كل الحاجات الحلوه دي كانت مستنيه مروه، بس مروه ما جاتش السنه دي. معقوله مروه السنه دي ما تجيش؟ كلهم قعدوا يسالوا فين مروه؟ مروه جت؟ معقوله مروه ما جاتش؟ النورة اسال لهم انا الوحيد اللي هقدر اعرف مروه جت ولا لا، انا هطير وهدور عليها في كل مكان. انا كمان زيكم بحب مروه لانها كل سنه لما كانت بتيجي كانت بتعلمني اغنيه جديده، وانا كمان بقعد اغني لها اغنيه جديده من اغاني البحر اللي انا بحبها. احنا عارفين ان النورس ده طائر دايما بنشوفه في البحر، بيبقى شكله حلو لونه ابيض ودايما موجود كده، نشوف المراكب والنورس طاير فوقها ويبقى شكله حلو قوي قوي قوي. طار النورس وفضل يطير يطير وفجاه لقى مروه. الله، مروه اهي، مروه اهي موجوده. بس مروه السنه دي ما كانتش بتلعب معاهم لانها كانت مشغوله بحاجه تانيه ماسكاها في ايديها ومش عايزه تسيبها ابدا. الموبايل. مروه قاعده على البحر وماسكه طول الوقت الموبايل تبص فيه. معقوله ايديها توجعها وكمان عينيها توجعها وكمان ودانها توجعها لانها حاطه سماعات في ودانها وبتسمع موسيقى عاليه جدا. النورس قرب منها وقال لها يا مروه انت هنا يا مروه، احنا كلنا بندور عليكي. بصت له مروه وقالت انا هنا، بس خلاص انا ما بقتش محتاجه العب معاكو، كل اللعب اللي كنت بلعبها معاكو موجوده على الموبايل بتاعي. مسكت النورس وقال لها بس احنا كنا بنتبسط واحنا بنلعب سوا، فاكره الموج يا مروه؟ قالت له عندي برضو موج على الموبايل. طب فاكره الاغنيات اللي كنا بنقولها؟ قالت له عندي كل الاغنيات على الموبايل. طب فاكره الطياره الحلوه اللي كنت بتطيريها؟ عندي طياره برضو على الموبايل وبطيرها. عينين مروه ما كانتش باصه للبحر، كانت باصه لايه؟ شاشه الموبايل. التليفون. وايديها ما كانتش بتلعب مع الرمله، كانت بتلعب على ايه؟ التليفون. على زراير الموبايل. وودانها ما كانتش سامعه لا صوت النورس ولا صوت البحر، ودانها كانت بس سامعه ايه؟ الاغاني. الاغاني اللي على الموبايل. ده كلام يا مروه. النورس راح قال لهم خلاص مروه نسيتنا، مش عاوزه تلعب معانا من ساعه ما بقى معاها الموبايل ده، وهو خلاص خلاها تنسى كل اصحابها. بس احنا مش هننساها، احنا برضو هنستناها، واكيد في يوم من الايام مروه هتعرف انها فعلا احنا وحشناها وهي وحشتنا. وقفت مروه شويه وقالت اتمشى شويه كده على البحر. مين اللي كان مستني يراقب مروه ويشوف؟ القنديل. لا مش الحوت، القنديل. قنديل البحر. احنا عارفين يا اصحابي ان قنديل البحر ده مؤذي جدا، ولما بنشوفه على طول بنجري ونبعد عن المكان اللي هو موجود فيه. وكمان هنا عنده سن. لكن السنه دي مروه كانت منتبهه للقنديل يا ترى؟ لا لا كانت منتبهه؟ لا كانت باصه بس على الموبايل. قنديل البحر بقى فرحان يقول اول مره مروه ما تاخدش بالها مني. مين اللي من بعيد كان شايف القنديل؟ النورس. النورس. يا مروه بسرعه يا مروه ابعدي. سمعته مروه؟ ابدا ما سمعتش، لانها حاطه في ودانها السماعات. يا مروه يا مروه القنديل بيقرب منك، الموجه بسرعه بسرعه تيجي وعايزه تقول لمروه يلا يا مروه يلا يا مروه اتحركي. ابدا مروه مش عايزه تتحرك لان باصه بس في الموبايل. في ثانيه قرب القنديل من مروه واي حصل ايه؟ عضها. القنديل قرص مروه. مروه لما اتحركت ايه اللي وقع بقى في البحر؟ الموبايل. ايه اللي وقع في البحر؟ الموبايل. يا خبر، معقوله؟ ايه ده قنديل البحر اول مره القنديل يقرصني؟ طبعا يا مروه اول مره القنديل يقرصك لانك مش باصه ومش منتبهه، انت قاعده على البحر ما
بس مش شايفة ولا حاجة حواليكي، بصة بس على شاشة الموبايل. النورس بسرعة بسرعة قال لازم ننقذ صاحبتنا مروة، لازم ننقذ صاحبتنا مروة. جري جري بسرعة النورس وراح جاب من عند الصياد اللي موجود عند البحر، قال له ممكن أستلف منك ليمونة؟ إحنا عارفين يا أصحابي لما لا قدر الله القنديل يقرصنا لازم بسرعة المنطقة اللي اتقرصت نحط عليها يا شوية خل يا إما ليمون عشان يسكن الألم وفي الوقت نفسه يخلي الالتهاب أو الحاجة الوحشة اللي عملها القنديل تروح بسرعة. السمك أخذ الليمون وبدأ يعمل إيه في رجلين مروة بقى؟ يعصرها على رجليها. أيوة، يبدأ يعصر الليمون على الحتة اللي وجعت مروة في رجليها. مروة بدأت تحس إنها ارتاحت، قالت الله أنا كده مرتاحة، أنا مبسوطة قوي إن نورس قدر ينقذني. كمان الريح جت وبسرعة بسرعة حركت الموج خلت القنديل يبعد بعيد خالص خالص عن المكان اللي موجودة فيه مروة. يعني مين بقى اللي أنقذها لما القنديل قرصها؟ ومين كمان؟ الموج والنورس هما اللي أنقذوا مروة لما القنديل قرصها. الموبايل اللي أنقذها؟ لا. الموبايل هو اللي أنقذها؟ لا. هنا مروة عرفت إن عمر الحاجات اللي ربنا خلقها حوالينا الطبيعية الجميلة الموبايل يقدر يعوضنا عنها. يعني الموبايل كان هو السبب إن القنديل قرص مروة، لكن لو كانت منتبهة وبصة للبحر وبصة حواليها ما كانش القنديل قدر يقرب منها، صح ولا غلط؟ صح. مروة بعد كده سكتت وقالت أنا أسفة يا أصحابي، أنا عرفت النهاردة بس إن مفيش حاجة خالص تقدر تعوضني عنكو. صحيح الموبايل ممكن ألعب عليه بس في البيت شوية صغيرين، لكن طول ما أنا في البحر لازم ألعب واستمتع وأعمل حاجات من الرملة وألعب مع الموج وأطير طيارتي الجميلة فوق 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 والريح تساعدني وتفضل ترفع الطيارة لفوق وأنا أضحك. ويلا بقى بسرعة أنا خلاص من بكرة هاجي بدري وهنلعب سوا تاني زي كل سنة. روحت مروة، وتاني يوم الصبح أول ما الشمس طلعت نورت الدنيا راحت مروة فين؟ على البحر. راحت على البحر ولعبت مع مين؟ صحابها. صحابها بقى اللي هم النورس والرملة والموج وكمان إيه؟ الطيارة. وبسرعة بسرعة قعدت مروة تعمل أشكال جميلة جدا من الرملة وتفرجها لأصحابها وتقول لهم شفتوا أنا عملت إيه النهاردة؟ أنا النهاردة عملت بيت جميل جدا جدا وزينته كمان بالقواقع الحلوة اللي أنا جمعتها. البحر والموج والنورس والرملة كلهم كانوا فرحانين بصاحبتهم مروة، ومروة عرفت إن كل حاجة ليها وقت. نروح البحر، نروح الجنينة، نروح أي مكان جميل لازم نسيب الموبايل ونتبسط بالمكان اللي احنا موجودين فيه ونبقى مبسوطين إن احنا خرجنا شفنا الشمس شفنا المكان الجميل اللي احنا بنلعب فيه. ولما نروح البيت ممكن نقعد شوية صغيرين على إيه؟ الموبايل. أصحابي دي النهاردة قصة مروة اللي عرفنا عملت إيه لما كانت موجودة في البحر وعملت إيه مع أصدقائها اللي كانت بتلعب معاهم كل سنة على البحر. قبل ما أسيبكم عايزة أعرف من أصحابي اللي كانوا معايا النهاردة إيه رأيهم بقى في قصة النهاردة؟ حلوة. حلوة؟ طب إيه أكتر حاجة عجبتنا فيها؟ الموج. الموج وإيه كمان؟ الطيارة والنورس. في حد فينا بيعمل زي مروة لما بيروح البحر؟ لا. في حد فيكم بيعمل زي مروة لما بيروح البحر؟ لا. يفضل باصص على الموبايل وما يلعبش وما ينتبهش للحاجات اللي حواليه؟ لا. ماما بتاخدنا خلاص احنا عرفنا دلوقتي مروة لما فضلت ماسكه الموبايل حصل لها ايه. كل اصحابي حلوين وشاطرين ودايما لما بيروحوا اي مكان هيبقوا بيلعبوا بيتبسطوا ومش طول الوقت عينهم على شاشة الموبايل. دي كانت قصتنا وعرفنا فيها كل اللي حصل لمروة. هشوفكم بقى في قصة جديدة وحلقة جديدة ورحلة سعيدة وحكاية من حكايات ماما سماح. بعد
بعد ما سمعنا الحدوته الحلوه بتاعت ماما سماح، احنا لسه هنا محضرين لعبه حلوه جدا جدا جدا. جاهزين؟ جاهزين. لسه جاهزين ومتحمسين؟ متحمسين. طب بصوا بقى، دي لعبه اسمها المتاهه. احنا عاملين لكم طبعا بالمكان الحلو ده زي متاهه كده، والمفروض ان كل فريق يبقى معاه كوبايه، ما حدش يحرك الكوبايه دي، وكل فريق معاه بالونه. انتوا الفريق الاحمر ماشي، ممكن تساعدوا بعض يعني، والفريق الاصفر المفروض ان انتوا تنفخوا البالونات دي، وبعدين البالونه بتطلع هواء، الهواء هيحرك الكوبايه، ولازم تعدي من المتاهه. هنشوف مين هيعدي اسرع من التاني، وانهي فريق هيكسب. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. ريدي ستادي جو. يلا برافو، كوبايه وقعت، هنبتدي من الاول. يلا برافو، كانت هتقع عند عمر. برافو، ساعديه ساعديه. اه راحت هناك خالص. هنرجع بقى اهي، راحت هناك اصلا. ماشي برافو ياسين، برافو برافو كندا، بيساعدوا بعض. برافو 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 كندا، برافو كندا، برافو كندا. يس يلا يلا، خلي ياسين. لميتة عامله قلق، عمر برضو. برافو عمر، برافو يا لميتة، قوي قوي، تيم ورك خطير هنا. نايس، برافو يا كندا. شكل لميتة هتوصل اول يا عمر. برافو يا كندا، شكل كندا هتوصل اسرع. برافو 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 ياسين، ياسين هيخش. اوه دخل بنفس الوقت. ماشي تعالوا كملوا كملوا، هنشوف لازم ترجعوها عند الناحيه الثانيه. هنشوف بقى تعملوا ازاي. كل واحد شايف كوبايته. لا دون تاتش. يلا يلا ياسين. تعالوا كده، تعالوا كده، تعالوا من هنا، تعالوا من هنا ياسين. يا سيدي جت هنا تاني، تعالي هنا لميتة اهي، كوباية اهي، كوباية اهي، تعالي من هنا هنا. يلا شوف شوف انت بتحطها هنا ليه؟ احنا عايزين نحطها هنا. اوكي ايوه احنا عايزين نعديها. برافو ياسين شاطر. يوهو انت عمال تطلعها يا عمر. يلا برافو كندا. عمر ركز ياسين، احنا عايزين نطلعها من هنا. عمر عايزين نطلعها من هنا. كندا هنا. يلا برافو برافو لميتة، برافو، تيم ورك خطير. يلا برافو كندا، انا اللي هعمل. يلا اهو يا كندا كانت في مكانها. تعالي من هنا، تعالي من هنا. يلا ماشي لميتة، ارجعي مكانك. برافو لميتة، تعالي هنا، تعالي هنا، تعالوا من هنا. برافو ياسين، برافو ياسين، برافو ياسين. كندا برضو برافو. كندا شكلها هتقرب. عمر روح لكندا. ياسين شكله برافو 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 برافو. الفريق الاحمر كسب طبعا المره دي، بس احنا لسه مكملين لعبه على الترابيزه. يلا بينا نلعب اللعبه الثانيه على طول. يعني اللعبة التانية بقى المفروض انها سهلة جدا، بس بتعتمد على المشاركة والسرعة. هنعمل ايه بقى يا ولاد؟ كل واحد هياخد كوبايات، الفريق الاحمر والفريق الاصفر، هتبنوا بيها هرم. وخليني اقول لكم ان القاعدة بتاعت الهرم مكونة من 5 كوبايات. المهم ان احنا هنشوف مين هيبني الهرم اسرع، بس لما تبنوا الهرم لازم تقولوا خلصنا. لما تخلصوا بنا الهرم هنشوف مين هيلم الهرم اسرع. فهمنا؟ اوكي؟ اوكي. جاهزين؟ جاهزين. ماشي يلا بينا. ريدي؟ ستادي جو. يا سلام يا سلام. انا قلت لكم، انا قلت لكم القاعده الاولى. لا ده الله، برافو، هو من 5 كوبايات. برافو الفريق الاحمر، حلو قوي، حلو جدا. دان برافو الفريق الاصفر. قال دان ولم بسرعه الكوبايات، ولسه الفريق الاحمر ما بناش اصلا، وقد فاز الفريق الاصفر اللي بعده. دلوقتي بقى جه ميعاد اللعبه الثالثه، واللعبه الثالثه محتاجه كبار شويه، فمعانا الاستاذه كندا ومعانا الاستاذ ياسين. بس عايزه افكر واقول لكل المشاهدين ان اللعبه اللي احنا بنلعبها دي كلها تقدروا تلعبوها في البيت وتعملوها في البيت، لانها حاجات بسيطه جدا جدا. معانا ازازتين، والمفروض ان حضراتكم هتبقوا بتقلبوا الازايز. لو وقفت، لو وقعت واقفه يعني، الكوره هتتحرك ناحيه اللي وقفها. لو ما وقفتش او فضلت تقع مش هتتحرك في مكانها وهتفضل في مكانها. لازم نشوف الكوره هتروح ناحيه كندا ولا ناحيه ياسين. جاهزين؟ يلا بينا. ريدي ستادي جو. كندا اوكي، كندا تاني، كندا تاني يا ياسين، كندا تالت يا ياسين.
اوه ياسين جابها ماشي. كندا روب ماشي. ياسين ياسين عمال يجيب اهو. ياسين بنلحق عند اخر حته. كندا احنا هنفضل هنا كتير. ماشي اهو اهو ياسين جابها قبل كندا على طول. كندا جابتها. ياسين جابها تاني. يقولوا ياسين جابها تاني. ماشي اوكي. ها ياسين اوكي. كندا اي كندا فاضل واحده يا كندا اهو. ياسين كندا ياسين مفيش ولا أوه. اي حاجه بتيجي. انا 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 كندا عشان. لا 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 اهي ها اهي ياسين كندا. كندا كسبت. كندا كسبت. برافو كندا. مشاهدينا وصلنا لنهاية الجزء الأول من رحلتنا، بس رحلتنا لسه مكملة. بكرة هتلاقوا نفس الأسرتين وهتلاقونا مكملين لعب بقى وتحديات وحاجات كتير جدا 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 مع بعض. استنونا بكرة وما تروحوش في أي حتة. ويا رب تبقوا اتبسطتوا جدا جدا النهاردة زي ما احنا اتبسطنا ولعبنا لعب كتير قوي 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 قوي. ما تروحوش بكرة في نفس الميعاد في حتة تانية، واتفرجوا على رحلة سعيدة.